السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بات الجزائري يوسف بليلي جناح أجاكسيو محور الأحد قبل ساعة من مواجهة فريقه الصعبة ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الممتاز. ويستقبل فريق جزيرة كورسيا مساء الجمعة البطل والمتصدر باريس سان جيرمان في مواجهة غير متكافئة، لكن زملاء بليلي يبحثون خلالها على تحقيق مفاجأة الموسم وتفادي الهزيمة على الأقل. صحيفة ليكيبول الفرنسية سخرت من أمل جماهير أجاكسيو بنجم الفريق الجديد الجزائري يوسف بليلي والذي انتقل لصفوفه في الأيام الأخيرة. وقالت الصحيفة: بليلي قام بتحطيم كل الأرقام منذ وصوله، ولكن في مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى أن اللاعب يلقى متابعة وتشجيعا كبيرا من محبيه في الجزائر رغم أن مستواه غير مستقر بالمرة. وكتبت صحيفة ليكيبول الفرنسية: بليلي حطم كل الأرقام ولكن في فيسبوك وإنستغرام وتويتر، في وقت أن الأرقام الميدانية لنادي أجاكسيو تتحرك بالعرض البطيء خاصة من حيث الفعالية الهجومية. وجاء الرد سريعا من طرف أوليفي فانتو لمدرب أجاكسيو والذي صرح لنفس الصحيفة قائلا: بليلي لاعب كبير ويمتلك إمكانيات فنية هائلة وسيكون إضافة لفريقنا. واستدل مدرب أجاكسيو بما فعله نجم الجزائر خلال الدقائق التي لعبها في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي عندما صنع الهدف الوحيد أمام تروى بعد سلسلة من المراوغات الرائعة داخل منطقة العمليات. ويرتقب أن يكون بليلي على مقاعد البدلاء أمام باريس سان جيرمان حيث يعاني نقصا بدنيا بسبب توقفه عن التدريبات في الفترة بين فسخ عقده مع بريس وانضمامه لأجاكسيو. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة.